مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. شرح اليوم هو عن تطبيق إكس أو تويتر سابقا، وعن طريقة فتح الحساب بعد أن يظهر عندك تم إغلاق حسابك. لإرجاع حسابك يجب اجتياز تحدي أركوز. كثير كتبوا لي عن هذه المشكلة فحبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها طلب أن تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك الفيديو. طبعا في البداية لو تطبيق التويتر شاف عندك أي خطأ فراح يغلق الحساب وتظهر عندك هذه الصورة. في البداية لو جيت تدخل على حسابك راح تشاهد تم إغلاق حسابك. مثل ما تشاهدون قدامكم وجدنا بعض الأنشطة غير المصرح بها أو أي كلام، وتم إغلاق حسابك. لضمان فتح حسابك يجب عليك اجتياز تحدي أركوز. طبعا هذا فقط أنت راح تعمل ابدأ، وطبعا هذه دا تواجهني تقريبا كل يومين أو كل 3 أيام. فمثل ما تشاهدون قدامكم الحساب أغلقه، وأنت فقط هذا التحدي كل يوم يكون شكل، مرة سيارات مرة طيارة مرة عربات مرة، كل يوم شكل. الآن راح أكبس على ابدأ وأخذني مصادقة حسابك. هنا يقول لي اختار فقط حرك الأسهم حتى تصل إلى هذه العلامة، فوين المقعد مالته، فتودي كيفك على الأسفل فقط يتطابق إلى المنتصف. والآن ابدأ، ومثل ما تشاهدون تكبس على ابدأ راح يدخلني الى الحساب. فهي الان تم اجتياز التحدي وتدخل على حسابك الان متابعة، ودخلت على حسابي الاكس. والان مثل ما تشاهدون دخلت على حسابي. حبيت انه اعيد عليكم انه هذا التحدي كل يوم راح يكون يختلف عن التحدي السابق. بعض الاحيان احجار عدد 5 أو 6، فقط تعدد عدد الاحجار، تحدي جدا بسيط، واللي ما يقدر يعرف شلون يعبر للتحدي فقط يتواصل وياي وأنا حاضر أساعدكم. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفادت منه لا تنساني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.